هناء الشرباجي هي حبيبتي واغلى حاجه عندي، هي الهديه اللي ربنا اداها لي. طبعا اما تحب حد قوي 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 ويبقى في عشره كبيره بينك وبينه، وهي كمان مربياني من الموضوع، كمان مش موضوع ان هي عمتي بس، لا هي ربتني من وانا صغيره، فهي تعتبر امي. اغلب الاوقات انا بسوق العربيه سواء عربيتي او عربيتها، بحب اريحها يعني، انا بحبها قوي لدرجه ان انا بسعى ان هي ترتاح في كل حاجه. جينا بقى في اخر موقف في العين السخنه، في تصليح في الشوارع علشان القطر الجديد اللي بيعملوه، ففي حته كده ربوه طلع جامد، وانا بقى سايقه وطول عمري عامله فيها شجاع سيما يعني، فجت قالت لي، قلت لها انا مش هقدر اطلع دي، قالت لي يعني ايه اطلعي، هي بقى قلبها جامد على فكره وشجاعه جدا، ما مالكيش دعوه اطلعي انا بقول لك اطلعي، قلت لها انا مش هطلع، قلت لها اتفضلي انزلي من العربيه، رحت نازله راكبه ترخ في اول مره، راحت طالعه الربوه جامده، والعيال بقى اللي بيشتغلوا معاه قعدوا يسقفوا له، وكان موقف يعني شكلي كان وحش قوي صراحه. هي بتحب كل حاجه تبقى مثلا لما يبقى في عزومه او حاجه، بالذات بقى لو في رمضان وفي مواعيد وكده، فبتبقى مركزه قوي ان عايزه كل حاجه تبقى تمام، كل حاجه مظبوطه، كل حاجه جاهزه، وبعدين بقى كل ما الوقت يقرب والناس هتيجي بقى المعزومين بقى عندنا، تبقى هي تنشن قوي، تبقى يعني خلاص بقى تبتدي العصبيه كلها تطلع، عشان هي عايزه كل حاجه تتجهز، وخلاص طب خلاص اعملوا انتوا، طب اعملوا انتوا، تروح سيبانه ما بعدين ترجع، لا هو ده ما اتعملش ليه، لا هو ده مش طب خلاص خلاص اعملوا انتوا وسيبنا بعدين ترجع تاني، نقول لها اهدي اهدي بالراحه، الدنيا هتتظبط كل حاجه هتبقى تمام. انا انسانه من الدرجه الاولى، هي ست بيت وام من الدرجه الاولى برضو، خدومه لاولادها جدا، بتحب صلة الرحم جدا جدا، يعني أنا من قرايب جوزها لكن أنا صديقة وبتصل كل قرايبي اللي من ناحيتي يعني. في حاجة هي عارفاها كويس جدا، هي طيبة قوي قوي، واللي في قلبها على لسانها، ودايما تحكي أي حاجة لأي حد. أنا كل الأعمال بحبها، بس أكتر حاجة جوكر. أكتر عمل بحبه لها بحب لها الجوكر طبعا، وده كمسرح يعني، وبحب لها كمان انتهى الدرس يا غبي. هناء وراك وراك يا جميل، اديني جيت لك برضه وراكي وراكي، زي ما كان حسن الله يرحمه جوزك بيقول لك ده عشيقك، فانا بحبك وربنا يخليكي ليا ويطول لي في عمرك وما تحرمش منك ابدا. احب اقول لها شكرا، وكل سنة وانتي طيبة، وربنا يديك الصحة وتبقي دايما منورة حياتي. ايه ده الحلاوة دي؟ ايه رأيك في المفاجأة دي؟ حلوة قوي حبيبتي لولا، دي جميلة، صاحبتي قوي بقى. هي صاحبتك وقريبتك؟ قريبتي بس زوجة صاحبتي اكتر، هي قريبة جوزي. بس احنا يعني حتى يفتكرونا اخوات، يفتكروني اختها الكبيرة، او يعني صحاب قوي قوي بصراحه، وهي انسانه جدعه 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 فوق ربنا يخليكم لبعض بجد. قالت لنا قلبك جامد، اه، وعربيه ودب وبتدخلي ممكن حكيت لكم الموقف ده، لا حكيتني هي، عايزه اقول عليها خوفه قوي، جبانه جدا يعني، لو في حاجه فيها ريسك 1% لا يمكن تعمل الريسك،